السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في علامة استفهام طبعا زي ما انتم عارفين كل يوم تحديثات في جوجل ادسنس فالفيديو النهاردة عن تحديث جديد في جوجل ادسنس ورسالة جديدة ظهرت في حسابات جوجل ادسنس وانا جايب لكم حسابين الحساب الاول مرتبط بقناة يوتيوب والحساب الثاني مرتبط بمدونة لان هقول لكم تعملوا ايه في الحالة دي وهقول لكم تعملوا ايه في الحالة دي اولا الرسالة زي ما انتم شايفين باللون الاصفر هي ننصحك بنشر معلومات البائع في ملف سالاريز دوت جيسون في جوجل يرجى زيارة صفحة اعدادات الحساب لمراجعة امكانية الرؤية الحالية طيب لو ضغطنا على مزيد من المعلومات عشان نعرف معنى ايه الرسالة دي الرسالة دي معناها ان انت كناشر كصاحب حساب جوجل ادسنس المعلن او المعلنين اللي هم اصحاب الاعلانات عايزين يعرفوا بعض المعلومات عن حسابك زي اسمك زي الدومين بتاعك زي رقم النشر او رمز النشر اللي هو معرف النشر اللي هو من 16 رقم تمام فعايزين يعرفوا المعلومات دي ليه علشان مكافحه الاحتيال هو لما يعرف معلومات عنك هيعرف يعني هو بيتعامل مع مين وهيعرف هو بيعرض اعلاناته عند مين او في موقع مين او في مدونه مين تمام طب انت لو حجبت المعلومات دي عنه فالارباح بتاعتك هتتاثر وهتقل بشكل كبير جدا زي ما هم قالوا ان الارباح ممكن تتاثر تمام آه دي طبعا المعلومات اللي هم هيعرفوها اهي آه زي ما انتم شايفين طيب نرجع بقى تاني للحساب بتاع القناه لو ضغطنا على اجراء هنا مش مطلوب منك تعمل اي حاجه اذا انت كصاحب قناه يوتيوب ما عليك الا ان تقوم بالتجاهل انت مش مطلوب منك تعمل اي حاجه تجاهل اللي مطلوب منك وخلاص على كده كده الرساله راحت وانت تجاهلت الامر ومش مطلوب تعمل اي حاجه طالما انت رابط الحساب ده بقناه يوتيوب، طيب لو انت رابط الحساب دوت بمدونه او بموقع الكتروني وظهرت عندك الرساله دي هنروح هنا على الموقع او الحساب اللي مرتبط بالمدونه وهنضغط على كلمه الاجراء تمام؟ هيطلب مني حاجه اسمها هنا امكانيه رؤيه معلومات البائع تمام؟ احنا هنخليها هنا شفاف مش سري تمام هنخليها شفاف وهنا هيطلب منك ادخال نطاق النشاط التجاري اللي هو الدومين بتاعك انا الدومين بتاعي اهو اللي هو علامه استفهام دوت كوم ادي كده نسخ واقوم حاطط له ايه الدومين هنا تمام هشيل بس اللي قدام ده هخلي من اول 3 دبليو كده يبقى انا دخلت النطاق بتاعي او الدومين بتاعي وخلاص وهعمل حفظ يبقى انا كده خلصت اللي عليا يبقى انا كده مفيش مطلوب مني اي حاجه هعمل تجاهل للرساله وخلاص على كده انا لو رحت على الحساب اهي هنلاقيها شفافه اهيت وهنلاقي الوضع تمام لو لقيتها سري هخليها شفاف هو كده خلاص مش مطلوب مني اعمل اي حاجه حتى مفيش كلمه حفظ انت مجرد ما بتخلص بتضغط على اي مكان في الصفحه هو بيكتب لك تم الحفظ بس هنا نطاق النشاط التجاري مش بيبقى ظاهر تمام فده وضع طبيعي جدا بس كده بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته